نحن ننادي الله سبحانه وتعالى بألف اسم. نعم. الشيطان ينادينا باسمين فقط. هما. وهما يا مأيوس يا مغرور. كل واحد من عندنا. الشيطان ينادي يا مأيوس يا مغرور. يا مغرور. كيف؟ لأنه المؤمن لابد أن يعيش بين نورين. لو وزن هذا على هذا لم يزد هذا على هذا مساوية. وذلك نور الخوف ونور الرجاء. فلا بد أن يكون خائفا راجيا. خائفا من عذاب الله راجيا رحمة الله. الشيطان ماذا يأتي؟ يأتي عند الخوف يخوفه أكثر مما أن يكون معه الرجاء. يخوفه على أنه خلي يحكي شعبية ما يفيد الصلي وانت انسان فاسق فاجر بعد عليش الصلي يبعود عوف هذا الحكي وذولا اخندية وذولا يحكون النفسهم شوف افعالهم شوف كذا. يأتي الشيطان حتى يؤيسهم من رحمة الله فيصح يا مأيوس هذا ايس من رحمة الله. لا تيأس من رحمة الله ذلك كفر. حتى ولو كان قتل 60 سيد في ليلة واحدة 60 سيد قتلهم في ليلة واحدة تبقى رحمة الله. لما أخبر الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان الجلاد هارون الرشيد نعم. لما أخبر أنه فلان في شهر رمضان كان مفطرا فسئل أنه مسافر قال لا أنت مريض قال لا قال إذن لماذا تفطر في شهر رمضان قال أنا بعد ما أكون مجال لنفسي حتى أنه أكون أأمل بالله سبحانه وتعالى أنا منتي أمري أنا جهنمي 100%. لماذا؟ قال لأنه في ليلة واحدة ناداني هارون في أول الليل قال ماذا تفدي هارون أميرك هارون أمير المؤمنين على أساس أمير الفاسقين ماذا تفدي أميرك قال أفدي بنفسي قال لا روح لا حاجة لي في نفسك. مرة ثانية صاح له بعد ساعة ساعتين من الليل ماذا تفدي أميره؟ قال أفدي بنفسي وأولادي وعيالي بعد أكثر من هذا قال لا ماري روح. مرة ثالثة ماذا تفدي؟ قال أفديك بنفسي وعيالي وأموالي وكل ما أملك قال لا روح. هذا تعجب ماذا يفعل. في المرة الرابعة قال ماذا تفدي أميره؟ قال أفديك بنفسي وأهلي وأولادي وأموالي وديني قال هذا الذي أريده الدين. دينك باع دينه أنا أريد دينك. قال ماذا تطلب؟ قال اذهب مع هذا الجلاد هذا السجن اللي موجود الآن في مشهد المقدسة مشهد المقدس اذهب مع هذا الجلاد وافعل ما يقول لك. يقول ذهبت إلى السجن فوجدت 3 غرف في السجن قال 20 نفر في غرفة واحدة شباب. يقول أخرج شاب وبئر قال اقطع رؤوسهم دواعش اقطع رؤوسهم وارميهم في البئر. هذول السادة علويين أولاد فاطمة الزهراء. يقول أنا واحد أذبح. فتح لي الباب الثاني طلعوا شباب كملين بين 30-40 سنة قال هؤلاء أذبحهم وذبحتهم. غرفة الثالثة فتحها طلعوا شيبة كهول سادة قال هذول 20 نفر تذبحهم 60 نفر. يقول ذبحت وصلت إلى 60 شايب كبير السن. قال يا هذا ماذا تجيب أمنا الزهراء يوم القيامة؟ شجعه يقول ارتجف يدي وقلبي إلا أنه قلت لي أنا وعدته هارون على أني أفديك بديني لذا ذبح هذا 60 أيضا. أخبر الإمام الرضا بهذه المعصية الكبرى قال يأسه من رحمة الله أكبر ذنبا من هذا الذنب. عجيب. يأسه من رحمة الله 60 علوي 60 علوي في ليلة واحدة شباب أبناء رسول الله لكن قال يأسه أكبر ذنبا عند الله.